نوع من انواع الكباب اللي هو بيسموه كباب بيتي او كباب اسكندر هنعمله. وديت مش محتاجين ان انتوا تعملوا كل حاجه، يعني احنا جبنا المكونات زي ما انتوا برضو عندكم المكونات ديت متهيألي في التلاجة. لو عندكم كفته ممكن كفته لحمه، طماطم، زبادي، وخبز اللي هو هيبقى زي خبز الصاج او الشراك، دوت هيبقى جزء من الحشو اللي انا هعمل بيه الكفته. ممكن الخبز نفسه نقطعه على اتنين وبعدين نحط في قلبيه شويه هنا اهوت بين الصلصه، ناخد ده كده اهو. وعندي الكفته بحط شويه من الصلصه في الاول اساس تفضل مبلوله شويه واحافظ عليها، وبحط الكفته بقفل عليها من الناحيتين زي ما بعمل كده اكن هعمل هوت دوج. وممكن تتعمل بخبز لو مش رايق قوي كده، يبقى في الحاله دي مش محتاج ان انا احط عليه صلصه طماطم، وبحطه في الفرن. بس في الاول نحط شويه زيت صغيرين هنا، وبدخل ده هنا اهوت كده اهوت، نحطه في الفرن اسويه مع القطعه الثانيه اللي عندنا. يبقى عندنا طبقين هنا اهو، ناخد القطعه اللي احنا عاملينها واقطعها وناخد اتصال. الو،